ازاي اتعاملت يمكن واحده من المواقف اللي يعني اثارت استياء الجميع مش بس الجمهور المصري، كانت لحظه وقوع اشتباكات مع كارلوس كيروش. ازاي اتعاملت مع لاعبي منتخب انجولا، وايه الرساله اللي وجهتها لكارلوس كيروش بعد المباراه؟ حسنا، في واقع الامر انه امر محزن ما حدث، واعتقد اننا لا يجب ان نهول من الامر، فهي اشياء تحدث في لحظات المباريات، وفي كثير من الاحيان يكون من الصعب السيطره على هذه الاحداث، ولكن على اي حال فان المباراه صارت بشكل طبيعي سواء كان قبل ما حدث او بعد ما حدث، ولكن على اي حال المباراه استمرت بشكل طبيعي. نستطيع ان نقول ان هذه مجرد مشكلات اللحظه التي تحدث بسبب الحماس الذي يتملكه بعض اللاعبون. واحنا بنتكلم معاك على الهواء، ولكن في بعض اللقطات لم يحدث شيء اكثر من ذلك. اللقطات اللي كان بينزل فيها جمهور الانجولي لملعب المباراه عشان ياخد صوره او لقطه مع النجم محمد صلاح، وانت بتتكلم مع لعيبه منتخب انجولا، هل طلبتهم بالتعامل بشكل خاص مع النجم المصري محمد صلاح في المباراتين، سواء مباراه القاهره او مباراه العوده في انجولا؟ في حقيقة الأمر هناك يحدث كثيرا أنه يصعب التحكم في بعض أفراد الجماهير، فنحن نعرف أن هناك الكثير من الجماهير الذين يحبون اللعبة البارزة والمشاهير، وخصوصا فيما يحدث في أفريقيا. ما حدث مع محمد صلاح يعتبر لاعب من افضل اللاعبين في العالم، فكان شيء كبير جدا بالنسبه لبعض اللاعبين المتعاطفين، وخصوصا انه يمثل ايضا افريقيا كقاره لكره القدم، ولذلك هناك البعض الذين لم يستطيعوا ان يتحكموا في مشاعرهم ويريدون ان يلتقطون بعض الصور التذكاريه، ولكن هذا نستطيع ان نلخص ذلك انه عدم القدره في التحكم في المشاعر بالنسبه لمتابعي كره القدم او بالنسبه للجماهير، وخصوصا ان محمد صلاح نجم كبير جدا، وهو الآن وما حدث يحدث في كثير من الأحيان للنجوم البارزين. هل من الممكن كمدير فني تختزل وجهة نظرك؟ طبعا يهمني أسمعها. وأنت واجهت المنتخب الوطني بقيادة صلاح في مباراة واحدة اللي اتلعبت في أنجولا، هل بتشوف أنه قوة المنتخب المصري تختزل أو تختصر فقط في محمد صلاح، ولا بتشوف أنه المنتخب المصري ككل أو على مستوى الكرة الجماعية ليه مصادر كتيرة ومتعددة للخطورة؟ حسنا، نحن كنا في مواجهتين مع مصر، وكان عندما واجهنا مصر في القاهرة كان هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، وخصوصا اللاعبين الذين يلعبون في انجلترا في الدوري الانجليزي. في حقيقة الامر مقابلة اللاعبين نعتقد ان الكرة الجماعية او المنتخب بصفة عامة هو منتخب قوي، ولكن بدون شك محمد صلاح يعطي زخم أكبر وقوة أكبر بالنسبة لمنتخب مصر.